قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت إن خطة عمل الوزارة تقوم على إضافة قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك تعزيز شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية. جاء ذلك خلال اجتماع مع وفد من الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو كونفرنس لبحث مجالات التعاون، حيث أشار الوزير إلى استعداد الجانب الأوروبي الكامل لدعم الخطط المستقبلية في هذا الشأن، ومشيدا بالدور المهم الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي وجهوده في دعم قطاع الكهرباء والطاقة وخطة تنويع مزيج الطاقة التي يجرى تحديثها في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة.